السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين فيه تكون معكم إن شاء الله في فيديو جديد. إن شاء الله في الفيديو حابين نتكلم على برنامج غذائي متعلق بمرحلة التدريب، يعني ماذا تناول قبل التدريب، خلال التدريب، وبعد التدريب، لأنه هذه أهم مرحلة ولا أهم فترة بالنسبة لي لاعب كمال الأجسام، لأنها هي ما يسمى بالأنابوليك ويندو. راح نشرح كامل هذا الكلام إن شاء الله. قبل ما نبدأ في هذا الموضوع، إذا كانت عندكم مواضيع مقترحة حبيتوا نتكلموا عليها في الفيديو القادم إن شاء الله، ممكن تخلونا في التعليقات، وما تنسوش كذلك الاشتراك بالقناة. أولا، أول نقطة نبدأ بها هي مرحلة قبل التدريب ولا وجبة قبل التدريب. هناك ما يسمى بالفول بلاد وامتي بلاد، يعني انه يكون الدم تاعنا ممتلئ بالعناصر الغذائيه اللي يحتاجها لبناء الانسجه العضليه ولا لبناء العضلات، هذا يسمى فول بلاد. ولا الامتي بلاد بمعنى الدم الفارغ، ولا الدم تاعنا ما يكونش فيه الكميه الكافيه من المواد الغذائيه المبسطه للقيام بعمليه بناء الانسجه العضليه. كيفاش نطمنوا انه الجسد تاعنا ولا الجسد تاعنا قبل الدخول في التدريب انه يكون فول بلاد؟ لانه هذا هو الهدف تاعنا، لازم يكون فول بلاد، تكون فيه العناصر الغذائيه اللي يحتاجها باش يقوم بالبناء. لانه الا ما كانش في هذه المرحله فول بلاد، ممكن انه تكون كاينه نتائج، لكن النتائج تاعنا ما تكونش 100%. وحنا الهدف تاعنا انه النتائج تكون ما تكونش نتائج جزئيه، وانما نتائج كامله ولا نتائج قصوى. صح، كيفاش نديرو؟ ساعه ونصف قبل التدريب نتناول وجبه اللي يكون فيها من 40 الى 50 غرام كربوهيدرات، 40 الى 50 غرام بروتينات، وحوالي 20 غرام دهون. الدهون تكون فقط لي ممكن ابطاء الهضم، وكذلك لان تدخل في العمل كثير من الهرمونات. اما بالنسبه للكربوهيدرات، لازم تكون كربوهيدرات ذات مصدر جيد، وتكون كربوهيدرات اللي تعطينا طاقه. يعني باش نبسطها لكم، احسن مصدر كربوهيدرات قبل مرحلة التدريب هو الشوفان. كامل ما نقولوش كامل، لكن اغلب لاعبي كمال الأجسام البري ورك اوت ميل، يعني وجبة قبل التدريب تاعهم، هي عبارة عن شوفان ويحضر بطريقة مختلفة. الوجبة اللي ننصحكم بها هي ان تكون عبارة عن شوفان. شوفان ممكن تستعملوا حوالي 60 الى 70 غرام شوفان، تعطينا حوالي 40 غرام 42 غرام شوفان كربوهيدرات في هذا الشوفان. تضيفوا معها اذا كان عندك منتج الواي، يعني الواي بروتين تاعك ولا اي منتج بروتين، تحسب انه يعطيك 40 غرام بروتين من هذا الاسم. تقوم بخلطه مع الشوفان، وممكن لاضافه الدهون الصحيه ممكن انك تضيف المكسرات، اللوز، يعني اي نوع من المكسرات. يفضل انها تكون مكسرات يعني فقط محمصه، ما تكونش فيها اضافات. هذه بساعه ونصف قبل التدريب تضمن لنا أن يكون عندنا النسبة الكافية من الكربوهيدرات، النسبة الكافية من البروتينات، والنسبة الكافية من الدهون. ثم عدنا ب 40 دقيقة قبل التدريب، ما تكونش وجبة لكن عبارة عن إدخال الصوديوم إلى الجسد تاعنا. الصوديوم واللي يكون المصدر تاعه هو الملح، يعني أنك تتناول عنصر غذائي غني نوعا ما بالملح، يعني ما يكونش جد مرتفع بالملح، وما تقومش بخلط الماء بالملح، لكن تكون وجبة اللي فيها نوع من الملح. ممكن انك تستعمل ما يسمى بالمخلل، يعني انه الخيار في الماء منقوع في الماء، تتناول يعني قطع صغيره. هذه ب 40 دقيقه، لان الصوديوم يضمن لنا ضخ الدم الى العضله، وهو كذلك كما قلنا في الفيديو السابقه من الالكترولايت، يعني من النواقل الضوئيه. هذه النواقل الضوئيه تعمل على نقل المواد الغذائيه خلال الدم، ولا تسهل نقل المواد الغذائيه في الدم. هذه ب 40 دقيقه. تبقى لنا 15 دقيقه قبل التدريب. 15 دقيقة قبل التدريب ممكن انه نقوم بتناول بري ورك اوت تاعنا، يعني منتج البري ورك اوت، النيترو اكسبلود، سي 4، اي منتج البري ورك اوت، لانها جد مهمة، تحتوي على الارجينين، على البيتا الانين، على كثير من المواد الغذائية، العناصر اللي نحتاجها. لكن اذا ما كانش عندك بري ورك اوت، ممكن انك تستعمل موزتين مع قهوة سوداء، ويفضل ان القهوة السوداء ما تكونش فيها الكثير من السكر، لكن موزتين مع قهوة سوداء، ولا على الاقل موزه واحده مع القهوه، لان الموزه فيها سكريات، فيها سكر سريع الامتصاص، وهنا نحتاجه لانه وفرنا طاقه خلال التدريب.
البري ورك اوت احسن لانه تضمن انه تكون عندنا ما يسمى بالماسل بامب، يعني انه يكون الاستجابه العضليه ويكون الدم يضخ الى الدم، الدم يضخ الى العضله عفوا، وهذا من العوامل الجد مساعده على تحقيق احسن نتائج. صح. ندخل الان في مرحله التدريب. خلال التدريب ممكن نستعملوا، لا عفوا، قبل مرحله التدريب، في مرحله قبل التدريب لازم على الاقل تكون تناول تشرب لتر من الماء. اي مدرب، اي لاعب كامل اسيا محترف، تتكلم على برنامج غذائي اكثر شيء يشدد عليه ولا اكثر شيء يركز لك عليه هو الماء، لانه حتى اذا كان البرنامج الغذائي تاعك محكم 100% والبرنامج التدريبي تاعك محكم 100% راح تكون عندك نتائج، لكن عندما تضيف الكميه المناسبه من الماء هذه النتائج راح تنقلها لمستوى اخر، وتشوف انه الجسد تاعك يتغير بصفه رهيبه، لانه الماء جد جد مهم بالنسبه للجسد تاعنا. باش ما نطولش عليكم هذا الكلام، لازم على الاقل تكون لتر من الماء في الجسد تاعنا قبل التدريب، وخاصه انك تناول وجبه غنيه بالصوديوم بالملح، لهذا لازم تكون عندك، يكون عندك البالانس، يعني التوازن ما بين، يعني لازم تضمن انه الجسد تاعنا يكون هايدريتد، يعني يكون مرطب باش ما نطولوهاش. ممكن كذلك بالنسبه اللي عندك، اذا كان عندك جلوتامين، هذه ماهمش يعني ماهمش لوازم، لكن راني نخبر في الناس اللي عندهم هذا الامور كيفاش يستعملوه. اذا كان عندك الجلوتامين والكرياتين، ممكن انك تستعمل 5 غرام جلوتامين 5 غرام كرياتين مباشره 15 دقيقه قبل التدريب. لماذا؟ لانه الجلوتامين، واش راح يدير لنا الجلوتامين؟ اولا جد مفيد لعمليه الهضم، وهو من كما قلت لكم في فيديو سابق، حتى الاشخاص اللي عندهم الام في البطن يعطوهم كثير جلوتامين، يساعد في ما يسمى بالبروتين سينثيسيس، يعني امتصاص بروتين، يزيد كميه امتصاص بروتين، وكذلك يساهم في تسريع الاستشفاء العضلي. بالنسبه للكرياتين، الكرياتين يضخ الدم الى داخل العضله، وهذا امر جد جد مفيد، لانه هو ما يعطينا بالماسل بامب، هو اللي يعطيك ديك ينفخ العضله، لانه فرق ما بين انه الماء يكون خارج العضله والماء يكون داخل العضله، لانه الان تسيلولر واتر، يعني الماء داخل العضله، هو شيء مفيد وشيء ايجابي، وحتى انه كما قلنا يضمن لنا انه العضله تكون مرطبه، لهذا الكرياتين جد مفيد. وحتى انه كذلك الكرياتين يساهم في عمليه الاستشفاء العضلي، ويساهم في تجديد الاي تي بي، والاي تي بي اللي كما قلنا هو الطاقه. صح، هذه بالنسبه لي قبل التدريب. خلال التدريب ممكن كذلك لازم تاكد كثيرا كثيرا على الماء خلال التدريب. اذا كان متوفر ممكن انك تستعمل البي سي اي اي، البي سي اي اي خلال التدريب، تقوم بخلطه مع الماء اللي تشربه خلال التدريب، وكذلك ما يسمى بالفيداكو ولا كاربوكس، اللي هي عباره عن مسحوق كربوهيدرات، يعني كما كاين مسحوق بروتينات كاين مسحوق كربوهيدرات، هذا ممكن اذا كان متوفر ممكن انك تستعمله خلال التدريب. هذا جد مفيد لانه يضمن لك انك تغذي في الجسد تاعك خلال التدريب، وانك توفر له في الطاقه خلال التدريب، وهذا جد مفيد للضخامه العضليه. بالنسبه لي مباشره بعد التدريب تقوم بتناول البروتين، يعني مانيش نحفزكم ولا ندفعكم الى استعمال كثير من المكملات الغذائيه، لكن هذا برنامج غذائي مقترح، يعني ممكن انك تضيف العوامل اللي كاين تستعملها، والعوامل اللي ما كانش ما تستعملهاش، يعني ماشي لازم انه يكون كامل المكملات اللي تكلمنا عليها تستعملها، ممكن انك تستعمل فقط المكملات اللي كاينه عندك. صح. بعد التدريب كما قلنا مباشره بعد التدريب ممكن انك تستعمل بروتين شيك، مخفوق البروتين تاعك ولا منتج البروتين اللي عندك. اذا كان عندك حصه كارديو بعد التدريب، هنا ممكن تضيفها، يعني تستعمل تتدرب تعمل بروتين شيك ولا مسحوق البروتين، ثم بعد ذلك تقوم بالكارديو. بعد الكارديو ياتي ما يسمى بالبوست ورك اوت ميل، وجبه بعد التدريب. هذه وجبه بعد التدريب من المفضل انها تكون كربوهيدرات سهله الهضم وتكون بروتينات. احسن ماشي احسن، لكن من الكربوهيدرات ولا من مصادر الكربوهيدرات سهله الهضم هو الارز، وممكن ان نقول من الاحسن، من افضلها ولا احسنها، ويفضل انه يكون ارز ابيض. الارز الابيض بعد التدريب ممكن انك تضيف حوالي 40 غرام كربوهيدرات، ممكن تحسب الكميه، يعني كل كميه مثلا اذا مانيش خطا في 100 غرام في الارز اغلب الانواع يكون فيها ما بين 62 حتى 74 غرام كربوهيدرات في 100 غرام. انت تحسب كيفاش تكون عندك
حوالي 40 الى 50 ممكن تخليها حتى 60 غرام من الكربوهيدرات بعد التدريب. تكون معها مصدر بروتينات صافي، مصدر بروتين صافي اللي هو احسن هو صدر الدجاج، يكون سواء مسلوق يعني مطبوخ بالماء، المهم انه ما يكونش مقلي بالزيت، يعني يكون مشوي ولا مطبوخ بالماء. ثم بعد ولا ممكن اي لحوم بيضاء، اي لحوم بيضاء، ولا اذا ما كانت كاينه لحوم بيضاء ممكن نستعمل بياض البيض لانه يعني كذلك من مصادر البروتينات الصافيه. هذه مباشره ماشي مباشره بعد التدريب، لكن ما يسمى بالبوست ورك اوت ميل، يعني تقوم بها ما بعد وجبه الكارديو، ولا اذا ما قمتش بالكارديو تتناول البروتين تاعك الوقت اللي تلحق الى المنزل وتحضر في هذه الوجبه، تكون حوالي 35 دقيقه الى 40 دقيقه تتناول فيها هذه الوجبه تاعك. هذه هي كامل النقاط. إذا كان عندكم أي أسئلة ما تنساوش تخليو منها في التعليقات، ما تنساوش الاشتراك بالقناة، ممكن كما قلنا تخلونا المواضيع المقترحة اللي حبيتو نتكلمو عليها في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله يدوم أناكم.